هذا اليوم التواصلي. طبعاً أنا معي بيجيش متكلم عن دار العرسي جائزة تشرفت بها وتشرفت وتمنيت أنني يكون شرفت بلادي وهديتها سيدنا نصر الله والله يعتز حيحته وخليهن دائماً قمة فوق القمم. كذلك كنهديها المغاربة قطبة من طنجة حسن بويا فنانين جميعاً كنتمنى أنا من قلبي الخالص وهذه كانت أمنيتي منذ بدايتي أنني واحد النهار نقدر نكون مسؤولة على واحد القطاع أنني يتجمعوا معي في الفنانين كاملين ونكونوا يد واحدة وكلمة واحدة نناضل حتى آخر رمق في سبيل السمو بالفن والفنانين للقمة. مساء النور، معكم الفنانة ورئيسة اتحاد الفنانين المغاربة صباح الجنة. اليوم هذا يعني بالنسبة لي فرحة كبيرة ونجاح كنفتخر به، لأنني كنتمنى أنني نكون مثلت بلادي المغرب أحسن تمثيل، وكنهديه طبعا لسيدنا اللي هو الفنان الأول ورائد الفنانين المغاربة والداعم الأول لهم. كنشكروا على جميع كل ما قام به لتحسين وضعية الفنان المغربي. كذلك أشكر السيد وزير الثقافة سي المهدي بن سعيد على دعمه للفنانين وعلى أنه أعطانا فرصة مؤخرا أن كل يعني فنان مغربي، كل مؤسسة حتى بالنسبة للجمعيات والمؤسسات اللي كتهتم بالفن وبالثقافة وبالتربية وبالطفولة، كذلك أعطانا فرصة في أن نعبروا على الرأي ديالنا بالمسيرة. يعني نتمنى ومسيرتنا أنها تكون أعطت واحد الثمار ديالها. شكرا كثيرا. وكذلك لا أنسى أنني أشكر مملكة السعادة ودار الحكمة في شخص معالي الوزيرة جولنار والدكتورة لميس اللي كانت كتشرف على هذه الجوائز وعلى هذا المهرجان، كذلك الدكتور العبادي. أشكر كل من هنأوني من الولايات المتحدة الأمريكية، من جميع الدول العربية. أشكر حتى كل من ساهموا في إنجاح هذا العمل، ومن بينهم الفنان المخضرم الملحن سعيد مجاهد، كذلك الشاعر الغنائي سي عبد الله جوادي، وسي مصطفى الهلالي هو الموزع. وكنشكر كذلك حتى العازفين والموسيقيين اللي شاركوا معنا في هذا العمل. كيف ما هو العمل كان بعنوان لو كان بودي، وهذا كان عمل فيه رسالة لدول العالم، رسالة التسامح والسلام. وكنتمنى إن شاء الله السلام يعم على العالم كله. وما يبقى لي إلا نقول كنشكر جميع الفنانين اللي حاضرين معنا، النقابيين، السلطات بمدينة سلا اللي ساعدونا ويعني أعطونا فرصة بأننا يدوز هذا اللقاء في ظروف جيدة. كذلك أشكر سيد عامل مدينة سلا، أشكر سيد مندوب الشباب سي عمر والثقافة، أشكر كل من لهم صلة بهذا الميدان وهذا القطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. كنقدم أولا نفسي الحاج محمد نجيب كاتب عام لجمعية اتحاد الفنانين المغاربة الذي تترأسه الأستاذة والفنانة المغربية صباح الشنا. هذه مناسبة سعيدة وتتلي صدى لقائنا بالفنانين وبالصحفيين. تقدم لكم تحية وكلمة شكر على حضوركم لتغطية هذا الحدث اللي هو حدث وطني، ألا وهو أن الفنانة صباح الشنة فنانة اللي دخلت الفن منذ الصبا وبدأت مع الطفل وبدأت غادقت مرحلة بعد أخرى إلى أن وصلت لما وصلت إليه. فهذا نجاح للأغنية المغربية، نجاح للفنان المغربي، نجاح للإبداع المغربي، نجاح للشاعر المغربي والملحن المغربي ولكل المغاربة. نحن نفتخر بهذه الجمعية اللي عندها واحد الخطوط عريضة، خطوط اللي إن شاء الله الرحمن الرحيم رحنا غادين فيها مع الأستاذ الصباح، وهي رحنا كنهتم كذلك بالشباب بالمواهب وبالطفل، لأن الجمعية فهي فنية تربوية اجتماعية. فنية لأن الفن يبتدئ منذ الصبا، فالطفل كيتخل وهو فنان،
وتما تتبدا في هذا الروح. حنا كنحاولوا نبحثوا ونكونوا ونهيئوا اطفال، وقامت بزيارات ميدانيه لبعض المؤسسات التربويه اللي نالت اعجاب الشباب، وكانت فيها ان شاء الله كانت فيها انذاك حوارات ناجحه. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على الرقي بالفن المغربي وبالفنان المغربي والمساهمه في المبادرات والابداع. من هذا المنبر احييكم مره اخرى، ونرفع ولاءنا وإخلاصنا للسدة العالية بالله راعي الفن والفنانين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده، والله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم سعيد المجاهد، ملحن كاتب ومنتج موسيقي مطرب مغني. يشرفني أن أكون ضمن هذا العمل الذي نال استحسان اللجنة الخاصة بمهرجان يعني السعادة الموسيقية، والمنظم من طرف جهات لبنانية وعلى رأسهم وزارة الثقافة اللبنانية التي هنأتنا بهذا التتويج. وهذه الأغنية بمثابة يعني شي حاجة جميلة التي تحكي عن المعاناة وعن الحرب وعن يعني نبدا الحرب ونبدا يعني وتشجيع يعني شي حاجه اللي فيها السلم والتي تهدف الى السلم والتعايش. هذا النجاح وهذا التتويج نهديه الى صاحب الجلاله نصر الله، الله يحفظه لنا وينجيه لنا. فتح المسناوي فنان شعبي مقيم بالمهجر بباريس، سعيد بوجودي معكم وسعيد باستضافتي الأخت الفنانة الكبيرة صباح الشنا. المغربية أو الأغنية الأمازيغية أو الأغنية الشعبية أو الأغنية الريفية أو الحسانية المغربية اللي كتجسد الواقع المعاش المغربي. السلام عليكم، الاسم عبد الله جوادي، شاعر غنائي صاحب كلمات الأغنية لو كان ودي الذي توجت بالمغرب الوطني أو العرب الوطني، الجائزة الأولى التي شرفتنا بها الأخت صباح الشنا. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.